من سيارتي. الآن أنت سألتني كيف الغزال يعني ما بتضربه أو ما بيموت، أو الإضاءة، إضاءة السيارة لما أنت تضويها على الغزال هو ما بيشوف، يعني إضاءة الإضاءة تبعت السيارة هو ما، بالعكس الإضاءة لما تكون مضوي اللايت الغزال ما راح يشوف، فلذلك ما بيعرف إن هاي سيارة جاية، لأنه هو سبحان الله ما عنده القدرة يشوف اللايت. لكن هنا بنعمل أو هنا موجود في طريقة بحيث إن الغزال يعرف إن في شيء جاي من بعيد، مثل مثلا فهد أو مثل أسد أو مثل نمر أو مثل أي شيء جاي من بعيد، بيحطوا هنا في السيارات بطريقة جميلة جدا قطعة صغيرة بتشوف الغزال بيسمعها مش بيشوفها، الغزال بيسمعها اللي هي هاي القطعة اللي جنب المراية. هسه بشوفكم إياها، هذا أحمد طبعا، أستاذ أحمد، هاي القطعة اللي جنب المراية، هاي القطعتين اللي واحدة من هنا بيحطوا واحدة من هنا واحدة من هناك، هاي القطعة، هاي القطعة الثانية اللي جنب المراية، هذول بيخلوا الغزال يسمع الصوت من بعيد، فيبعد من بعيد يركض أو يبعد عشان خاطر راح يعرف إن في شيء جاي من بعيد. لكن إضاءة اللايت أو الإضاءة، إضاءة السيارة هو ما بيشوف الإضاءة، هو ما بيقدر يشوفها، هو فقط بيسمع الصوت، فبيحطوا هذا الجهاز. هو رخيص حتى في أمريكا، أتذكر يمكن 10 دولارات سعره أو 15 دولار مش أكثر، لكن بينحط جنب المرايات أو في أمام السيارة حتى يمنع يسمعوا الغزال ويهرب أو يبعد عن الشارع عشان ما نضربه لا قدر الله أو ما يموت. وهي من الأشياء الجميلة جدا اللي أكثر السيارات هنا بيحطوها في أمريكا.